طيب علاقتك بلاعيبه النادي الاهلي، هل في لعيب بقى ليه علاقه مميزه معاك في الفتره اللي انت متواجد فيها هنا؟ غرفه الملابس ولاعيبه النادي الاهلي وهم حواليك، احنا هنا مميزه جدا غرفه ملابس النادي الاهلي ان هي بتقدر تحتوي كل العناصر الجديده اللي بتخش عليها. Olha, desde quando eu cheguei, na verdade, acho que todos os خليني jogadores اقول لك ان في الحقيقه ممكن ما يكونش في لاعب محدد، ولكن كل اللعيبه بصراحه هم استقبلوني كويس وبيحاولوا دايما يساعدوني، فممكن يكون الكل هو الإجابة على السؤال ده، ولكن مش لاعب معين. كل الناس دايما مدين ايديهم ليا ان هم يساعدوني ويخلوني اتطور ويخلوني اتأقلم واخد على الاجواء داخل النادي الاهلي وداخل جمهورية مصر واتعرف اكتر على الدوري وخلافه، كله بيساعد، فما اقدرش ان انا اختار لاعب معين بصراحه. انسجامك مع اللاعبين هل اثر في الملعب، وهل كان في سرعه في الانسجام؟ يعني انت واللعيبه انسجمتوا، انت بتقول ان هم كلهم بيحاولوا يحتووك، هل الانسجام اللي بره الملعب في غرفه الملابس اثر عليك وخلى الانسجام برضو موجود في الملعب؟ أنا لقيت استحسان كبير جدا من الكل زي ما قلت، محتاج إن أنا أشكر الكل على مساعدتهم ليا طبعا، وده بسبب إن هو المساعدة دي والمساعدة نفسها في فكرة إن أنا أتأقلم على الأجواء هي اللي ساعدتني إن أنا أحقق الانسجام. فعمري ما لقيت حد داخل النادي الأهلي وداخل اللعيبة وداخل غرفة الملابس ما كانش دايما مستعد إن هو يكون بيقدم لي إيد العون وإيد المساعدة، فبالتالي ده حقق لي الانسجام داخل النادي وانعكس عليا. تمام.